8 سنين على حسب الراجل. دوزت اخويا 8 سنين عند راجل اللي ما جابش الله تفرقنا وكل واحد مشى بحالته وبقى الدري بينو وبينو تنصرف عليه تنصرف على الوالده ديالي. طلعت الوالد ديالي ميت انا اللي كنصرف على الوالده مريضه بالقلب ومريضه بالعصب مريضه بالسكر انا اللي كنصرف عليها وكنصرف على الوالد ديالي ويتيمه. وطلعت اخويا اللي قادر باش نخدم على راسي وما عندناش اخويا لا ما لا ضو في الدار كنسقيو غير من البير ما عندنا لا ضو لا حتى شي حاجه نديرو غير الشمعه. كنا شادين الضو لواحد السيد واحد صاحي جونا كنديرو غير الشمعه. يعني هاد الظروف كامل خلات كانك تهجري. جيت اخويا ما كاين عندنا الوالده ديالي كتسقي من البير تنسقيو من واحد البير تمايا راه مده 24 سنه انا راه مزيده في 1994 عندي 27 سنه وعندي وليد. وطلعت اخويا نخدم في اكادير كنت خدامه المهم هاد الايامات هادو اكتشفت هاد المرضى دابا ديال الطفل. فاش خدامه فاش جيتي خدمه؟ خويا الفيرما. يعني كتخدم في الفيرما بشحال كتخدم فاطمه؟ كنخدم لخويا ب 70 درهم. 70 درهم واش تاكليها واش؟ 70 درهم اخويا النهار واش نصرف على راسي واش نصيفط لولدي واش نصيفط لامي والمصاريف غاليين. واكتشفت اخويا هاد المرضى انا هاد المرضى هذا مشى ليا شعري مشى ليا كلشي حتى لحد شعري مشى ليا. لا اله الا الله. حتى حد شعري اخويا من نهار اكتشفت هاد المرضى هذا ما كنعس ما كنشوفو. وهاد المصاريف اخويا كتكلفني 40000 ريال 40000 ريال الحصه ما عرفتش شحال الحصه عندي. وكنمشي اخويا هادشي اللي كاين دابا الله يجزيكم بخير الا عندكم باش تعاونوني ولا اللي شاف الفيديو ديالي. يعني دابا قلتي لي ربما وليتي قربي الميكروفون يعني وليتي ربما كتباتي في الفيرما يعني ما عندكش فين تباتي؟ ما عنديش اخويا ما عندي لا ساكن لا عائله لا حتى شي حاجه كنبات اخويا غير في الفيرما والناس الفيرما تا هما متعاونين معايا الله يجازيهم بخير. علاش كتباتي في الفيرما باش توفري؟ باش نتوفر نوفر اخويا دوك المصاريف ديال هذاك راه حتى حد الماكله ما كناكلهاش اقسم لك يمين اخويا ما كناكل حتى الماكله مزيان. عوض هاد الحصه هادي باش غادي نمشي نديرها مشيت صدق شريت الدم ما درتش الحصه والحصه تاجلت ليا وحق الله العظيم. وبشحال شريتي الدم؟ شريت اخويا الدم 32000 ريال. 32 باش شريتي الدم؟ باش شريت الدم باش يديروا ليا وقد سلبيتها تقريبا 20000 ريال. هاد السرطان اللي عندك تقريبا ديالاش؟ والله اخويا المهم اكتشفت دابا 3 شهور هادي ما عرفتش شنو ديال البزوله البزوله فاش كاين عندي. شنو قال لك الطبيب كاين امل تعالجي؟ قال لي الطبيب بانه راه عندك حصات ديال الشيمي غادي ديرهم حتى تتقتلي ذاك المرض عادي يمكن نفتحوا ليكي. هادشي اللي كاين اخويا ومبقى فيا انا اخويا غير ولدي والوالده ديالي. بلادات الناس وما كاينش يعني ما عندك هنا لا حنين لا رحيم. ما عندي اخويا حتى عائله ما عندي حتى شي حاجه الوالده اللي عندي وولدي هادشي اللي كاين عندي ما عندي حتى شي واحد غير من غير الله. واخا الناس كيتعاونوا معايا واخا ماشي واحد الحصه ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي هادشي راه كثير كثير بزاف والله يدير فيكم المحنه ديالي الله يجعل ربي يسهل. وما ما كنتيش كتوقعي انك ما كنتش اخويا انا كنتوقع غيكون عندي هادشي قلت غيكون عندي الحلول غير نخدم غير نجمع شويه المصاريف ونمشي نطلع على الوالده ديالي ونطلع على ولدي ونعاود نجيب حالاتي ونعاود نخدم شويه ونمشي. ولدي دابا كيهضر معايا في التليفون تيقول لك ماما جيت وحشتك تنقول لها ولدي دابا نخدم شويه ونمشي ونجي لعندك. ولدي توحشني ولدي غادي لربع شهور ما شفتوش. لا اله ودابا خويا الله يرحم والديك الا ما كاين شي محسن ولا شي مسجد غيتعاون معايا الله يجزيك. ربما 40000 ريال اللي كديري حصه يعني 40000 ريال اخويا فين كديري حصه كديرها في شي كلينيك ياك؟ كلينيك كلينيك تندير اخويا في تيلي لا باش كندير هاد الحصه هادي 40000 ريال اخويا الحصه وبلا الماكله وبلا ترونسبور وبلا ما كاينش يعني 70 درهم ما غاديش 70 درهم اخويا كنجدك 20000 ريال ما كاملاش في الكنزه وكنمنك واكثر فاش كيكون عندي هاد الحصه تنمشي تنمنك نهار فاش كنمشي كندير تحليله نهار فاش كنمشي كنمنك ما كنجد والو في الكنزه ديالي. ولا تقدر اخويا باش تعاونوا معايا ربي اللي غادي يخلصكم ربي اللي غادي يجازيكم. واش ما تقيتيش البيبان باش انا كدير حصص فابور؟ والو اخويا مشيت هاد الناس بحال جوك البارح والبارحين والو ما جديت حتى شي حاجه كاين اللي تعاون معايا كاين اللي ما تعاونش معايا. مشيتي للمركز ديال سلمى؟ مشيت اخويا عطوني رونديفو فيه 7 شهور رونديفو 7 شهور رونديفو 7 شهور حتى ينوض فيك الدود وانا الدود كيتمشى بالزوجتي. لا اله الا الله يرجيكم اخويا بخير اذا كاين اللي غادي يتعاون معايا ولا شي حاجه الله يرحم لكم الوالدين. نشوفوا غير من حد يوم داك الوليد الصغير بغيت نمشي لعندو نشوفو في اقرب وقت نبرا ان شاء الله بغيت نمشي عندو صحيحه ان شاء الله نشوفو بخير ونشوف الوالده ديالي. الوالده ديالي من عرف فاش عندي هاد المرضى هذا ما كتاكل ما كتشرب واحد العين تسدات ليها بالبكا ومريضه ما كاينش اللي كيصرف عليها ما كاينش تيسول فيها. الله يجازيكم بخير والله يرحم وليكم الله يجازيكم بخير اخويا الله يدير فيكم المحنه ديالي شوفوا من حالتي راه حق الله العظيم لهادشي اللي كاين. لا اله الا الله.
ربما قلتي لي حتى الشعر مشى ليك. حتى حد الشعر مشى ليا، الحجاب، كلشي كلشي اخويا مشى ليا، كلشي. والله العظيم اخويا انا ما كنكذب، والله العظيم لا اله الا الله، ما كنعس اخويا، ما كنت شي حاجه، حتى حد الماكله ديالي ما كناكلهاش، تبقى لي كامل، وانا كنتحرق صباع كنوض كنمشي كنخدم في الفيرما باش نجيب المصاريف، ولكن اللي ما كيكفونيش، واخا كنخدم هادشي ما كيكفانيش والو خويا. نو 70 درهم ديالها، واش ديال المصروف، واش ديال الحصص، واش ديال ماني الدار، واش ديال ولدي، واش وبقى فيا بغيت نشوف غير ولدي. ولدي كيعيط تيقول لك ماما اجي بغيت نشوفك، ما بغيتش نقول ليه هادشي. ولدي باقي صغير، باقي محتاجني، باقي محتاج العنان ديالي، ما بغيتش نتصهر من ولد ديالي، بغيت نشوفه ان شاء الله بخير وعلى خير، ويشوفني بخير وعلى خير. وحتى من حد العائله ديالي كاينين عائلتي، عمامي لاباس عليهم، وهذاك راه قلت لهم تعاونوا معايا، حتى واحد فيهم عمرو ما هز التليفون يسول فيا يقول لي ديك بنت خويا كي دايره، ولا شنو دار لك الله. يعني ملي مات الوالد ديالك؟ منين مات الوالد ديالي كاينين عمامي لاباس عليهم، كاينين حتى شي واحد فيهم ما دار ربي المحنه ديالي. وحيت انا واحد تيقول لك سيري شوفي الصحافه، سيري شوفي الجمعيات، لاباس عليه، ما خاصو عنده وليدات وعنده كلشي، ولكن انا عندي الله سبحانه، عندي خويا الله، داير اليقين ديالي في الله والوجود. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، كنحذركم اخويا، الله يجازيك باش قدرتي باش تعاون معايا، راه ما عنديش باش غندير هاد التكاليف، راه الحصه وطلغات ليا. شحال من حصه كديري في السيمانه تقريبا؟ اخويا كندير كل 22 يوم كندير حصه، يلاه عاد بديت الاولى. يعني كل 22 يوم يعني خاصك 40000 ريال؟ كل 22 يوم خاصني 40000 ريال. وانا هاد الحصه اللي كنت معوله عليها جمعوها ليا غير الوجوه، كنت باغا ندير صدق ليا فقر الدم، شريت بها الدم. شحال من حصه دابا درتي؟ درت غير الاولى. يعني ها الاولى درت غير الاولى، بغيت ندير الثانيه، جمعوا ليا الوجوه بحال وجهك، صدق ليا فقر الدم، شريت بها الدم، ونعس في كنينيك حتى للصباح، ومشيت بحالات. والله خويا والله العظيم ما كناكل حتى الماكله مزيانه، وحق الله العظيم داكشي باش شدني. ماما من النهار عرفتي انت مريضه؟ ما عرفتش هاد المرض هذا عندي، ما كنعس، ما كنشوفو حتى واحد شعري مشى، حتى نشوف راسي تبقى غير تنبكي. ماما كي كنتي كي وليتي يعني كنت راه الناس راه شافوني كي كنت، والناس اللي كنخدم معاهم وداك راه شافوني كي كنت، وراه انتوما كتشوفوا الحاله ديالي. بقى اخويا باغي نعيش لولدي، قربي الميكروفون. بقى اخويا باغي نعيش لولدي، وباغي نرجع للوالده ديالي بخير وعلى خير، ونرجع لولدي. بقى فيا غير ولدي والوالده ديالي وبدلات الناس والغربه، راك عارف اخويا شنو كاين بلا ما نقول لك. لا لا الله يرحم لكم اخويا الوالدين، والله يدير فيكم المحنه ديالي. قولي الرقم ديالك يعني الناس اللي بغيت تعاونوا معاك. الرقم ديالي اخويا 06 46 28 80 16. الله يجازيكم بخير، تحرمت اخويا صغيره من الوالد ديالي، تحرمت الوالد ديالي ملي كانت عندي 7 سنين، وانا خدامه، تنمشي تنخدم في القهاوي، تنمشي تنخدم عند العيالات، تنمشي اي حاجه كنديرها غير باش نعيش الوالده ديالي ونعيش ولدي. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير.